بعد عقدين من الحروب وتدني الأولوية المخصصة للبنية التحتية للمؤسسات الصحية، جاءت جائحة كورونا لتكون ثقلاً إضافياً على القطاع الصحي في البلاد التي تبدو ضعيفة أحياناً أمام مقاومة الأزمات، في وقت يواجه فيه العراق تخبطات سياسية وأمنية واحتجاجات شعبية وسط وجنوبي البلاد نتيجة سوء الإدارة. تراكم خطر فيروس كورونا مع ضعف استعداد القطاع الصحي لمخاطر قدرات التأقلم على احتواء الجائحة ومواجهة الإصابات، حيث افتقرت عدة مستشفيات إلى قنان الأكسجين ومعدات الوقاية من الفيروس، فكان الأطباء يوفرون هذه المعدات من أموالهم الخاصة. لم يتوقف خطر كورونا على القطاع الصحي، إنما امتد لينتشر عبر قطاعات أهمها الاقتصاد، مع مواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن انهيار أسعار النفط والإغلاق العام لعدد من المراكز التجارية والترفيهية والمؤسسات، ما أدى لخسارة وظائف كثيرة وتفاقم الفقر وانعدام الأمن بدون أي خطط استباقية. وزارة الصحة لا تمتلك خططا بحسب المراقبين لتزويد الجرعة الثانية ممن هم بحاجة لها، خاصة الكوادر الطبية. والخلل الرئيسي يعود إلى الفساد في وزارة الصحة والفساد السياسي بشكل عام، كما حدث مع شركة العراق القابضة التي حصلت على تفويض من الحكومة للتعاقد نيابة عن وزارة الصحة والتوسط لشراء اللقاح، ولكن تم سحب تفويضها لاحقا من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. ورغم إعلان وزير الصحة عن الاتفاق مع شركة فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة لقاح بانتظار تفوير مستلزمات التبريد لجلبه إلى العراق، والاتفاق على 16 مليون جرعة مع الاتحاد العالمي للقاحات، فإن غالبية العراقيين يشككون في قدرة الحكومة على توفير اللقاح لهم. وبعد وصول الشحنة الأولى من اللقاح الصيني الموجه أساسا إلى موظفي الكوادر الطبية، أعلنت باكستان عن منح العراق 3 شحنات من المساعدات الطبية في بادرة خيرية للتعبير عن العلاقات المتينة بين البلدين.